السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الاصطناعي في العمارة، طبعا موضوع كبير، بس احنا بناخد مثال يعني برنامج اسمه ديلفي دي اي ال في اي بالشكل دوت، تمام. قريب من سبيس ميكر اللي هو بتاع اوتوديسك، ان انت بتدي له منطقة وتقول له وزع، وتبدا تحط له بعض الكريتيريا وبعض النقاط اللي هو يهتم بيها. تقول له مثلا عايز ادوار معينة، مثلا ما زودش عن كذا او ما تقلش عن كذا، او انا عايز كل الفيديوهات تشوف البحر او 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 او، فيبدا يعملها لك بشكل رائع، تمام. فالذكاء الاصطناعي بقى يوفر وقت كتير جدا، بيتطور بشكل رهيب جدا، بيتوغل كتير جدا، فلازم احنا نطور من نفسنا ونشوف ايه اخر حاجات موجوده ونستعين بيها. دي بعد قصة دي ان هو بيبدأ يدرس الحاجات اللي هو المفروض يركز عليها في التصميم، ويبدأ يديك النتيجة. ان شاء الله انا بعت له ان انا عايز الكوست ترايل، واول ما اشتغل عليه هسجل لكم فيديو ان شاء الله، فتابعوا في القناة. ولو عندكم اي مواقع مفيدة في الذكاء الاصطناعي والعمارة، يا ريت تحطوها في التعليق.